مروان محسن جاهز لمواجهة الجونة. مروان كان عنده زي إجهاد في العضلة الضمة، إجهاد خفيف، وبالتالي كان امبارح عنده بعض التدريبات الاستشفائية كده وجري حوالين الملعب، لكن خلاص بشكل نهائي تم أخذ التصريح الطبي لمروان محسن عشان يشارك في التدريبات بداية من غدا بإذن الله، ويكون لائق ومتاح للجهاز الفني في مباراتي الجونة والنجم الساحلي إن شاء الله. طيب، من ضمن كمان الأخبار، عاشور وإكرامي وسليمان ينتظمون في مران الأهلي غدا. اليومين اللي فاتوا كان عندهم تدريبات استشفائية أيضا بالنسبة للثلاثي، وإن شاء الله بإذن الله من بكرة برضه هيشاركوا في التدريبات الجماعية بشكل طبيعي بعد الانتهاء من البرنامج الاستشفائي الخاص بيهم. في محاولات لتجهيز أجاي لمباراة الجونة. أجاي عنده زي شد خفيف في العضلة الأمامية بعد مشاركته في مباراة الاتصالات الودية كانت يوم الثلاثاء اللي فات، والانتهاء بفوز النادي الأهلي 1-0 لهدف وليد أزارو من ضربة جزاء. فبالتالي في محاولات ان اللاعب يلحق مباراه الجونه، المحاولات نسبه كبيره صعب ان هو يلحق المباراه دي، لكن ان شاء الله ممكن يكون متاح بنسبه اكبر لمباراه النجم الساحلي يوم 29 من الشهر الجاري باذن الله. طيب، ده فيما يتعلق باخبار النادي الاهلي، اللي يا رب نتمنى لهم يا رب كل التوفيق للجهاز الفني واللاعبين في مرحله مليئه بالتحديات والاخبار او التحديات والمباريات الهامه جدا جدا بالنسبه للفريق ان شاء الله المرحله القادمه على الصعيد المحلي والصعيد الافريقي.